صالح سين تحدث عن القطاع المصافي وتعاونهم، يعني هو عملكم مرتبط بقطاع المصافي خصوصا مسألة المنتوج وتكريره وإيصاله. المنتوج مجمل المنتوج احنا اليوم نستهلك خلال عام 2022 استهلكنا وصل استهلاك البنزين بحدود 30 الى 31 مليون لتر، بعد ما كان عام 2021 بحدود 26-27 مليون لتر. هذه يوميا زيت الغاز وصل استهلاكه الى 32 مليون لتر 31 مليون لتر، بعد ما كان العام الماضي 26 يعني بالذروة اللي موجودة. زيادة الاستهلاك أو زيادة الطلب متأتية من زيادة كميات تجهيز المولدات خلال فصل الصيف. طبعا هو الذروة فصل الصيف بالاستهلاك. موضوع تذبذب الانتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة للمولدات، احنا جايين نعطي زيت الغاز، اصحاب البيوت يستخدمون المولدات اللي تعمل على منتوج البنزين، فلذلك تشوف اكو طلب زياده طلب عليهم. جوده المنتوج هو المنتوج الذي يسوق الان في محطات التعبئه، منتوج مطابق للمواصفات التسويقيه العراقيه. كوزاره نفط بشكل عام يعني كقطاع توزيع وقطاع تكرير ومصافي، آلية ضمان جودة، يعني ضمان الجودة، هل هي مسألة داخلية بوزارة النفط أم هناك جهات رقابية تشرف على المنتج؟ طبعا شلون اللي هو خاضع للبحوث والسيطرة النوعية في مصافي في المصافي أثناء التكرير، وكذلك جهاز التقيس والسيطرة النوعية المركزي أيضا يأخذ عينات من محطات التعبئة ويفحصها وينطي النتائج مالتها. فالمنتوج اللي مسوق الآن هو مطابق للمواصفات التسويقية العراقية.